تسهرش، لأن هو قال فتيلة مدخنة لا يطفئ. لقيت قصبة مردودة بأصول تتكسر وتترمي، لقيتها وقفت وقالها دور ما تستغربش، لأن هو قال قصبة مردودة لا يقصف. أيوب فيلسوف حلو قوي، وفيلسوف من ظروفه، في مرة وقف قدام ربنا ومبقاش عارف يفسر اللي بيحصل، وبيكلم ربنا يقول له نفسي أعرف بتعملها إزاي؟ كيف اسمعوا يقول يا أيوب؟ كيف أحنت من ذا قوة له؟ عملتها زي يا رب، وخلصت زراعا لا عز له؟ كيف أشرت على من لا حكمة له؟ وأظهرت في تحت الكسر. يا رب أنت بتعمل كده إزاي؟ لكن النهارده الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا، ما تستغربش، ما تستغربش، لأن إلهك يستطيع أن يفعل أكثر كثيرا جدا مما نطلب أو نفتكر حتى من خيالنا بحسب القوة التي لنا في المسيح يسوع. واحد من الملوك العظماء شاف إرادة الرب، شاف قدرة الرب. يقول نبوخذ نصر بعد ما رجع لأهله، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء. اسمعوا إيه على إلهنا؟ وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا نفعل. ده إلهنا، ده إلهنا اللي ما نستغربش لو شفناه يتدخل ويربط. أعتقد إن بطرس في قصته اللي حضراتكم شفتوها هو لوحة جميلة جدا، لوحة فنية جميلة بطرس، لدرجة الرب قال له إنت الصخر يا بطرس، راجل مقدام، راجل شجاع، راجل قوي، راجل قائد. لو حضراتكم عندكم صورة اتكسرت بكتير قوي لو هي قطعتين أو ثلاثة حول صلاح، لكن أكتر من كده بيعمل فيها إيه؟ صلاح ازاي؟ روح ايه؟ لكن روح بطرس اتفتفتت، بقت فتافيت حتت صغيره، لو حد اتكسرت الروحه بتاعته بقت فتافيت صغيره، ممكن يقعد يحاول يحط فتفوته على فتفوته. والهنا بيعمل كده، والهنا عمل كده مع بطرس، والهنا اتمجد في بطرس. واوعى تفتكر انه يرجع بطرس زي الصوره القديمه لما تبقى غلطان. عارف ليه؟ لانه ما رجعوش زي الصوره القديمه. رجعه اروع واروع واروع. مش بطرس القديم خالص اللي كان عند واحده طوارئ. مش بطرس القوي القائد المفتخر بنفسه، لا ده بطرس اللي بيثق في الله وبيثق في محبته. ده بطرس اللي قرر لما يموت يتصلب بس مش زي سيده. هو ده بطرس اللي رجع. اللوحة ما رجعتش زي الأول، لأن إلهنا يخرج ملاك الأمن. ما تستغربش، أوعى تستغرب لو إلهنا عمل كده، لأن إلهنا عظيم. إذا كانت غلب بالتلاتة، أمطر بالتلاتة، رب يرجعه ثلاث مرات، ثلاث تلاتات يغلب إبليس. ظهر له أكثر من ثلاث مرات، خلاه يقول أنا أحبك وأنت تعلم يا رب أني أحبك ثلاث مرات. كان لا يوعظ الوعظة اللي فيها 3000 يوعظ المسيح. ما تستغربش. ما تستغربش، بس صدق ان الله كده. ما تستغربش لواحد قلبه قاسي زي شاول ما اعتقدش بأي معنى من معاني إلا عن داعش اللي موجود في اليوم دي. لأنه كان بيتقال عليه ينفس قتلا وتهددا. هو في داعش بيعملوا إيه؟ هو بيعملوا كده. ما تستغربش لما يطلعوا النور السماوي قبل المسيح من يسألهم قلب هذا الإنسان الذي ينفس قتلا وتهددا داعش ده يكتب كورنثوس الأولى 13. إيه كورنثوس الأولى 13؟ المحبة تتأنى وتحبط. يا نهار أبيض، يا نهار ما تستغربش. المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر. هو ده اللي يقول من يضعف، شوفوا القلب بتاعه بقى مسكوت ازاي وهو بيخدم من يضعف وانا لا اضعف. فلنفسك ان الله النهارده
ما تستغربش، يقدر يلمس قلبك زي ما لمس قلب شاول. يقدر يجيب الحاجات المتعصره المتكسره في حياتك ويعملها لوحه جميله زي ما عمل مع بطرس. يقدر ما يقدرش. إلهنا عظيم. إلهنا عظيم. وحافظ عهده سنين وسنين. إله عظيم. ما تستغربش لو عمل معك كده. ما تستغربش قدرة الله. وما تستغربش لتعاملات الله. لأن تعاملاته أكتر كتير من خيالك. خليني أقول لكم بعض الأمثلة الصغيرة أوي. في الغالب لما تيجي تفكر بتفكر في احتمالات. بتفكر في احتمالات. وبتحط في بالك احتمالين ثلاثة وتقول يا رب ها هتعمل ايه دول؟ اختار واحدة. لكن تكتشف إلهك اللي ما بتستغربوش عنده فكرة ثانية خالص. الشعب الله خارج من مصر كان عندهم احتمال من اثنين. لا إما يجي فرعون يقتلهم، لا إما تيجي فرعون يعمل ايه؟ ويرجعهم تاني مصر عميد. كان في احتمال ثالث؟ لكن لما جه إلهك كان في احتمال ثالث ولا لا؟ أيوه كان في احتمال إن البحر الأحمر يتشق. مش قادرين ندرك انه الهنا عظيم. الابن الضال رايح لابوه عنده احتمالين برضه. لا اما يشغله خدام، لا اما يعمل ايه؟ يطرده. رجع انت خدت استفزت نصيبك. عمره ما كان عنده الاحتمال الثالث اللي ربنا النهارده حاطه قدام كل واحد فينا، ان في حله الاولى، ان في العجل المسمى، ان في حفله يلاقيها في انتظار وعمرها ما كانت على باله. لان الهنا عظيم. دايما بنحط له احتمالات، دايما بنحد له في حدود، دايما بنقول له يا تيجي وتشفي العذر يا العذر يموت. مفيش احتمال ثالث؟ لا في. في ناس ما تعرفوش، ولانك ما تعرفوش لازم ما تنفهوش. بس لازم تثق ان الاله ده ممكن يجي يقول لك حبيبي انا جيت متاخر وهو مات، بس الاحتمال التالت عندي لعازر اطلع هلم خارجك. ما تستغربش. ما تستغربش لانه اله عظيم. ما تستغربش لو شفت تجربه طولت قوي قوي من غير ما تتحرك. لانه ممكن نحو زمان الحياة يجي. ويكون بصر ايه؟ ابن. ويقول ابراهيم هل يستحيل على الرب شيء؟ ما تستغربش. ما تستغربش لو تجربه قاسيه قوي. يوسف الغلبان، الظلم والكراهيه من اخوه ومن بيت فوطيفار، وكم كميه القسوه اللي تعرض لها، والامور طولت والتجربه ثقيله والولد صغير مش قادر. لكن ما تستغربش ان الهك يجي ويتفتح السجن في يوم من الايام ويقول له يوسف انت بقيت الان مخلص لهذا الشعب، تعال واجلس. خلونا نجربه من الاخر. بس اسمعوني في دي. هتسمعوني؟ ما تستغربش. اسمع لو التجربه ما اتحلتش. لا خلصت بعد وقت طويل ولا حاجه، ما اتحلتش. شغاله اكتف. ها؟ ما تستغربش. لانك ممكن تلاقي نفسك وهي اكتف وهي شغاله وهي تقيله وهي ظروف صعبه تلاقي نفسك عندك سلام عندك فرح وهي هي ما طيرتش. بولس رسول النعمه يعطيك شوكه في الجسد. وصليت ثلاث مرات وربنا رفض. وبعد ما ربنا رفض وقال لي يكفيك نعمتي يقول مرتين، اسمعوا يقول مرتين والتجربه هي هي والظروف هي هي. يقول ايه؟ يقول سرور، كلمة سرور. فبكل سرور افتخر في العفو. سرور. فبكل سرور افتخر في العفو. ويقول مرة ثانية بذلك مصر بالضعفات والدورات والشدائد والاضطرابات، لأن حينما أنا ضعيف هي لازم تحل عليك. حتى لو هي مطولة وهي موجودة ما تستغربش إن في إيد معونة وسندة ونعمة بتسند وبترفع وتخليك تقول مع حضرتك مع انه لا يوجد
حمل الذكور تكذب حمل الزيتون، الحقول تصنع طعامك، لا تبقى في المزاوج، لسه الحالة صعبة. ومع هذا فإني أفتخر بالرب إلهي، لأنه يقيمني على منفعتي. صدق إلهك على قد ما أنت عندك إيمان فيه، على قد ما تصدق إنه يقدر يعمل أعظم وأكثر كثيرا مما تتخيل. سيبكم من كل اللي قلته، اسمعوا لي كده واحدة بس. سيبك من بطرس، سيبك من بطرس، سيبك من أيوب، سيبك من ده كله، بس احنا بقى حتة ما تستغربش كده عليك أنت. خلينا نرجع للناحية بقى، احنا مش جايين عشان نسمع مسرحية جميلة في حتة ونمشي، لا عايزين نعملها علينا احنا. ونقول لنفسنا أنا مش هستغرب يا رب لو إيدك، لو إيه؟ إيدك دوبت قلب قاسي. في قسوة هنا موجودة. ياما برفض كلمتك وياما بدخل منها وخارج منها، مش هستغرب يا رب لو إيدك النهاردة دوبت قلبي القاسي. لو إيدك يا رب النهاردة رفعت خطاياي وإحساسي بالذنب. لو إيدك يا رب النهاردة شافت كل جروحي اللي ما تتشفيش. بص على نفسك النهارده وقول يا رب انا مش هستغرب لو انا خارج وداخل المكان ده وانا تعبان ومحبط وحاسس بالخطيه وحاسس بالتعب وحاسس بالاحباط وحاسس بالجروح وحاسس بالرفض ومقيد، مش هستغرب لاني في بيتك. لما النهارده تلمسني هو حاجه ثانيه. ما تستغربش لو خارج من الواحده اللي انت ممكن تكون فيها وبتخادع نفسك ان مفيش واحده، بس هي واحده، هي واحدة، الخطية واحدة، بس انت بتديها مسميات. هياخدك من الوحدة ومش هتستغرب لو حط رجلك على الصخرة. لو انت ساقط ومنحني يا ولد، ما تستغربش لو احزان سنين طويلة وعدم غفران مش قادر تغفله سنين طويلة يجي النهاردة ويفك ويفرق ويشيل قيد ويشيل حزن. ما تستغربش لو انت ابن ضال ولما تروح لاب كريم غني مش هتلاقيه ورا الباب، اسمع، لكن هتلاقيه ورا الباب. وما تستغربش لو هو اللي وقع عليك وحضنك وغطاك بالكوبات، ما تستغربش لو جيت في شريكك، لو عينه بعتك، لو رجليه ما وقفتش انها تمشي وراك، ما تستغربش لأن إلهك عظيم، لأن إلهك مستعد، لأن إلهك هيفرح إنه زي ما حصل مع التي مسكت في ذات الفعل، زي ما حصل مع هوجينز ومع بطرس، الإله الذي هو أمس هو اليوم إلى الأبد يبقى. يحرر، يشفي، يغفر، يسند، يرعى، يحب، يحضن، يحمل على الاكتاف. مستغربش، هو يقول ويفعل كما يشاء ولا يوجد من يمنع يده. يغني الاغنيه دي مع ايوب، عارفين ايوب غنى اغنيه استغرب قوي، استغرب من كتر ذنوبه ومن كتر تعبه ومن كتر خطيته، لا الخطيه غفرت. فقال اغني بين الناس واقول قد اخطات وعورت المستقيم ولم اجاز عليه. اسمعوا بيقول فدى نفسي من العبور الحفره فطر حياتي النور، فطر حياتي النور. استغربش لان الهي موجود وسيبقى طارعا وسيبقى مناديا ويقول افتح يا ابني. ابنا قبل ما نخلص قصتنا دي، انا عندي مربعات ترمنتين حضراتكم ممكن تكونوا عارفينهم، بس ليا طلب صغير خالص. احنا بنرنمهم والباي بيرنمها، احنا نكون امناء من ربنا. عارفين يعني ايه امناء؟ نكلم ابنك يقول لك وشه ويمشي، ما يرد
تردش عليا. انا مسجد قول لي بتنزل. انا هو مسجد مدام اللي فوق. فلما يكلمك ابوك ما تروحش وشك وتمشي. لا كن امين. كن امين واتكلم مع ابوك زي ما اتكلم معاك. واثناء التمرين اتكلم معاك. وبعد التمرين ولما تروح وبكره تسال ابوك ما تفقدش الرساله. وما تطنشوش وتديهم ظهرك. النهارده هو جاي يقول لك ما تسربش لو عملت فيك اللي انت محتاجه. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمه الاولانيه. وهطلب نقلل النور شويه. ونرنم الترنيمه في الخشوع وفي انكسار قدام ربنا وفي الصلاه. نرنمها في الصلاه. ونرنم تاني. وبعد كده هنبقى مش هنطلع على حضرتك. أنا محتاج وأنت رب موجود. أنا محتاج بس إيدك وأنت موجود. تغيرني وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. العارف يقول معايا أنا محتاج لمسة روحك تغيرني وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني. أنا جاي حزين عزيني. أنا جاي رخاطي برجلي واشفيني. Yeah.
كما نختار نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن أنجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة المحبة وعطية القدس فلتكن مع جميع. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. آمين. مش هتطلوا بره، هتطلوا على الأكل وبعد